ولنقاش ملف الحراك الشعبي المستمر رغم القمع الذي شهدته التظاهرات من قبل القوات الحكومية، ينضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام الصحفي والإعلامي مظفر الخميسي. أهلا بكم سيدي. مساء الخير، أنا بحضرتك. مساء النور سيد مظفر. ناطق العسكري باسم الكاظمي يحيى رسول كرر رواية المندسين والمخربين في التظاهرات، ما الهدف برأيكم من التأكيد والإصرار على رواية المندسين في التظاهرات السلمية؟ نعم، العميد يحيى رسول هو النسخة السيئة اللي سلفه هو عبد الكريم خلف. فالأول كان يكرر كذبة الطرف الثالث، هو الطرف الذي كان كل العالم يشاهدهم على شاشات الفضائيات وتملأ صورهم منصات التواصل الاجتماعي، ولكن عبد الكريم خلف وعادل عبد المهدي كانوا الوحيدين الذين لا يرونه. واليوم يكرر يحيى رسول نفس الأسلوب القنيء التافه، محاولة منه للتغطية على المجرمين تحت تسمية المندسين. حكومة الكاظمي تحاول خداع العالم بأنها حكومة مسالمة ولا تؤذي المتظاهرين، في حين أنها تدفع بالمرتزقة والقتلة بين المتظاهرين من أجل خنق صوتهم وإسكات صرخاتهم. نعم، ستكون اختيارات بترتيب وتخطيط من قبل حكومة المالكي، وتغطية منها تخطيط من قبل حكومة الكاظمي للقتل حتى لا يظهر الكاظمي أمام العالم بمنبر القاتل فيما يؤدون هم المهمة الوسخة. نعم، قبل المتظاهرون هذا التحريض بمزيد من الحشد في الساحات، كيف تفسر ردود فعل المتظاهرين السلميين رغم القمع والتحريض عليهم؟ كان من المؤكد أن يقابله الثوار بالرفض، وكان رد الفعل الطبيعي منهم أن يتدفقوا بحشود جديدة إلى ساحات العز والكرامة، لأن هذه الثورة ثورتهم لم تموت بالرغم من كل محاولات الاغتيالات والاعتداءات الجبانة بحق الشباب الأعز المسالم الذي ينادي بسلمية التظاهرات، فيما تقابله الحكومة بالقمع والإرهاب والتهديد. هم كان رد فعلهم طبيعي، وهذا رد الفعل الطبيعي لشباب يريد أن يحرر الوطن من هذه الطغمة الفاسدة. وفقا لمصادر صحفية فإن ناشطين تلقوا تهديدات بالاستهداف المباشر من مجاميع مسلحة، كيف يمكن تفسير الدور الذي تلعبه الميليشيات في قمع الثوار، وهل هناك تنسيق فعلي بين القوات الأمنية والميليشيات بهذا الشأن؟ الحقيقة أختي، التهديدات بدأت بالفعل قبل أسابيع من ذكرى ثورة تشرين، حتى أن منصات التواصل الاجتماعي والفيس وتويتر وكلها كانت مليئة بالوعيد والثبور والقتل والاغتيال للناشطين. كانوا يذكرون الشباب بأن من يخرج سيكون مصيره مصير شهداء ثورة تشرين، مثل الشهيد صفاء السراي وأحمد عبد الصمد وباقي كوكبة الشهداء. جميعنا نعرف أن الميليشيات هي جزء من القوات الأمنية تتمتع بحمايتها والتغطية عليها، ومن كان في ساحة التحرير قبل أيام شاهد بأم عينه كيف ألقي القبض على أحد أفراد الميليشيات، اعتقد اسمه كان دريد فاضل او درع التحرير، كانت في حوزته قنابل مولوتوف، فقام الثوار بتسليمه للقوات الامنيه. بعدها حضر الفريق محمد البياتي سكرتير رئيس الوزراء ومعه قوه خاصه من جهاز المخابرات، وتم اقتياده للمنطقه الخضراء، وتم بعدها اطلاق سراحه بعد تدخل رائد جوحي مدير مكتب الكاظم. هم التناغم بيناتهم موجود، الكل شاهد على هذا الشيء. في هذا السياق سيد مظفر، برأيك لماذا تستمر الحكومة في القمع رغم أن هذه التجربة أثبتت فشلها نظرا لإصرار الثوار على الصمود والخروج في هذه التظاهرات رغم كل التحديات الأمنية والصحية؟ نعم، لأن حكومة الكاظمي تظن أن فكرة الثورة محصورة في مكان وزمان معين. يعني هم يظنون أن ساحة التحرير وهذا اليوم هو هذا، ما دام هذا المكان وهذا الزمان لم تحدث ثورة، لم تمتد، لم تشتعل، خلص إذا انتهى كل شيء. وهم يخافون أن تشتعل شرارة الانتفاضة من جديد وبعنفوان أكبر واندفاع أشد، لأن الأسباب الموجبة للثورة والتي دفعت الشباب إلى الخروج إلى التظاهرات لا زالت موجودة بل زادت. وتتوقع حكومة الكاظم أن القمع الذي مارسته الحكومات السابقة والتهديد ورمي تهم التمويل من دول الخارج والتجنيد من السفارات ودول الجوار لم تعد تجدي نفعا ولم تعد تؤثر بتفكير الشباب. هذا الشباب المنتفض الذي عبر على الخطوط الحمراء، خطوطهم الحمراء الوهمية، وداس بأقدامه الكريمة على الوهم والتخلف،
الذي زرعته حكومات الاحتلال متعاقبة وحاولت أن تكسر إرادة هؤلاء الشباب الثائر. إلى أين تتجه الأوضاع في ظل تهديدات الحكومية وتصعيد باستخدام ورقة المندسين؟ باعتقادي أن هذه الكذبة وغيرها من السريات التي تتلاعب بها السلطة وعوانها ستتكرر بأشكال عديدة وكاتب مختلفة. هم يلعبون لعبة خلط الأوراق من أجل إثناء الشباب الثار عن إكمال رسالتهم ومهمتهم الوطنية بإسقاط العملية الخائبة المسمى ظلما سياسيا. أملنا كبير بالشباب أن يتوخوا الحذر من ألاعيب السلطة وعوانها المندسين، خاصة بعد أن حصلوا على خبرة كبيرة جراء تواجدهم ساحات الاعتصام لأكثر من عام، وبعد أن ظهرت الوجوه المدسوسة بينهم والمدفوعة من السلطة مدفوعة الثمن. شكرا جزيلا لك مظفر الخميسي، صحفي والإعلامي، حدثنا عبر الهاتف من أمستردام.